شكرا. شايف مين اكتر حد ظلمك؟ معلش، اتحاد الكوره واحمد دياب ابو سالوم مرضه هم سبب فيه. الناس المؤذيه ربنا مش هيسيبها، الناس دي اسئله كتير. ابو سالوم حازم امام كده كان يرفض المنتخب واقالوه وهو بيتفق مع فيتوريا. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من اذى اياب وقال عليه كلمه مش فاهمه. وقال عليه كلمه مش فاهمه. اتحاد الكوره سالوم هم دول الناس اللي عملوا كده في الجامعه. مرضه هم سبب فيه. حد تاني. إيهاب ما كانش يستاهل من الناس دي كلها. كل دول. كان في تواصل ما بينكم في الفترة الأخيرة؟ طول عمرنا مع بعض، احنا عمرنا ما فرقنا مع بعض. كان بيقول لك إيه يعني؟ إيهاب ما كانش بيتكلم. إيهاب من الناس اللي ما كانش بيتكلم. إيهاب اللي اتكتم جواه هو اللي عمل فيه كده. الناس المؤذية ربنا مش هيسيبها. خلي بالك حق إيهاب هيجي تالت وتالت. وإذا ما كانش في الدنيا هيبقى في الآخرة. هل نقلته من المنتخب ده كان سبب؟ كان بداية الأسباب. دي كانت بداية التعب النفسي. أه طبعًا. يعني طبعًا. يعني هو اتكلم مع حضرتك في الموقف دوت؟ اتكلمنا واتكلم مع كل الناس. يعني هو برضو إحنا مقفولين معاه قوي، بس إيهاب لا بيشتكي ولا عمره أسأل لحد. الناس دي أسئلته كتير. أبو سألوا حازم إمام كده كان يهاب في المنتخب وأقالوه وهو بيتفق مع فيتوريا. شوف أنا عايز أقول لك على حاجة. ايهاب من الناس اللي ما كانتش بتتكلم كتير، انما ايهاب ظلموه واللي ظلموه حقه هيجي عند ربنا. لو ما كانش في الدنيا هيبقى في الاخره. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من اذى ايهاب وقال عليه كلمه مش فيه. اقولها لاي حد تاني. احنا نخاف منهم؟ ده كلهم افاقين. هو في كوره في مصر؟ هو ايهاب جلال ده احسن مدرب فيك يا مصر؟ يبقى هو ده مصيره؟ شكرا. شايف مين اكتر حد ظلمك؟ معلش، اتحاد الكوره واحمد دياب ابو سالوك